الحمد لله بخير. الحمد لله. ايه رأي حضرتك في مشروع القانون بإلغاء الحبس الاحتياطي وتبديله بعقوبة وإبداله بعقوبة مالية؟ القانون ده خارج من لجنة حقوق الإنسان طبعا، وأنا وكيل لجنة حقوق الإنسان. أهلا وسهلا. مؤمنة بيه تماما، لأن في الحقيقة الحبس الاحتياطي ليه عدة سلبيات كبيرة جدا. أولا الحبس الاحتياطي ممكن قوي يعني العمل او العمل العقوبه ما يعني ياخد براءه او ياخد المده نفسها اللي موجود في الحبس الاحتياطي. تمام. يبدلها بالغرامه، ممكن يبدلها بالحجز او بديله ليها عدم مغادره البلاد، التحفظ في المنزل، ممكن عدد كبير جدا من البدائل يعني. التدابير الاحترازية. تمام. بالظبط كده. وبالتالي كمان احنا عندنا في قيام الشرطة مفيش اماكن للعدد الكبير من او العقوبات اللي بتستوجب الحجز الاحتياطي. تمام. فانا هخف على الدولة وهيبقى في بديل للحجز الاحتياطي، لان انا عايز اقول لحضرتك ان ممكن قوي حد يعمل حتى غصب عنه، وعلى ما يتعرض للمحاكمه بياخد وقت طويل. وفعلا بيحصل الكلام ده فعلا. طبعا بياخد وقت طويل. طب القانون ده يعني هيتضمن ايه؟ يعني هل فعلا هيبقى فيه نص ماده في قانون الاجراءات الجنائيه بالغاء الحبس الاحتياطي؟ في بعض العقوبات يعني في بعض الجرائم مش هيبقى فيها حبس احتياطي، ولكن هيبقى فيها غرامه ماليه، وفي بعض عدم مغادره البلاد، وفي بعض التحفظ في المنزل. جرائم يعني زي ايه مثلا يتم الغاء الحبس الاحتياطي فيها؟ جرائم ايه مثلا؟ الحوادث الخطا، الحادث الخطا، بس طبعا مع القواعد اللي تضمن عدم مغادرة مثلا المبنى الجاني البلاد، بعض الجرائم اللي انا مش متذكرة كل الجرائم، لكن في بعض الجرائم المنصوص عليها. تمام. طب احنا باذن الله فعلا ممكن المشروع القانون ده يخرج للنور للناس، لانه ده يهم المواطنين على فكره سعادتك، الموضوع ده يهم الشعب المصري كله. طبعا، لان انا عايز اقول لحضرتك ممكن قوي واحد يبقى في حجز الاحتياطي مثلا لمده سنتين، وهو مش هيتحكم عليه الا بست شهور مثلا. بالظبط يا فندم. او ممكن يطلع براءه. طبعا انا متاكده انه يعني يهم كل المصريين، وانا بطمن حضرتك ان كل قانون الاجراءات الجنائيه بيتغير كله، وبالتالي دي هتبقى ماده من ضمن المواد. تمام. شكرا.